اخيرا جيت للمكان الجميل. طبعا هذا المطبخ اللي هو مطبخ بيكي، توني ناقل المطبخ حقي جاهز مرتب، واول طبخه بتنزل لكم اليوم ان شاء الله باذن الله. وهنا المطبخ حقي زين، هنا المكتب، هذا شيء جديد. متحمس انا اوريك اياه صراحه. شوف ما شاء الله، شوف المكان كيف، ما شاء الله تبارك الله. طبعا خلاص هذا المكتب الجديد، ان شاء الله انكم عاد بتشوفوني ابثركم هنا. شوفوا كيف المكان، احتاج رايكم بالله كيف. عقبال إن شاء الله ما أفتح الباب هذا وأقول لكم تعالوا تفضلوا في البوتيك، لأن هنا البوتيك. الحمد لله ما عاد بقي شيء. هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ تسمعون صوت الصدى؟ تغير مكان التصوير، صرنا وبدينا نصور في البوتيك. زي ما شفتوا تو صورتكم المطبخ ووريتكم بعض اللقطات، هذا في البوتيك الحمد لله. يعني اخيرا طلعنا من المكان حقنا الاول وجينا في البوتيك، واول شيء بنبدا فيه بحلى جميل بيعجبكم. طبعا عندي اول شيء حبه الفانيلا لانها غاليه، تقدر تدلكها كذا شوي، نقصها بوقت اقتصار. طبعا بقصها تقريبا بالنص كذا، شوف كيف تطلع. حبات الفانيليا. طبعا عندي الحليب اصبه كذا عشان احميه، والشيء الثاني على طول احتاج معه اللي هو الفانيليا عشان يطبخ ويطلع طعمه صح كذا. الحلو انك تحط الاعواد نفسها عشان تطلع نكهة قوية. طبعا حطيت نص كمية الحليب والحين اضيف النص الثاني. عندي صفار البيض كذا نصبه، طبعا على طول مع سكر، نحركه مع بعض عشان ما يتكتل كله. طبعا عندي هنا الدقيق ومعه اللي هو دائما انسى اسمع بس عادي، عندي دقيق واللي هو الكورن نسيته بس عادي. نزل شوي من الحليب في كذا على طول ونبدا نخلط على طول. طبعا كذا خلاص بعد ما طلعتها تقريبا اعطيها شوي هذا، ليش؟ عشان يعطيها تكستر حلو، خليها ناعمه، خلي شكلها حلو. وكيف طلعت؟ شايفين؟ طالع جميل. طبعا على طول شوف عندي هنا التارت مسويها، سويتها مليون مره معكم. على طول نحط الفليمس حقنا جوا فيها بالطريقه هذه، وهي حارة عادي على طول كذا لأنك على طول بدخلها بالفريزر. طبعا عندي هذه جهزت خلاص، خالصة جاهزة من الفريزر. على طول عندي المانجو طبعا، وحطه وصفه بالطريقة اللي تعجبني. اللي بسويه بصير اخذ المانجو بالطريقه هذه واقعد الفه على شوي، شايفين؟ طبعا ترى ما خليتها تتجمد مره عشان ادخل المانجو شوي جواتها، ببدا الفها. طبعا شوفوا الشكل الجميل، ما شاء الله تبارك الله. شوف نقول بسم الله، نقصها معكم
عشان يدربها. طبعا بنفس الوقت ابغى امي بعد ذوق. ها يا الله شوف شايفين كيف التارت. طبعا هذه فريشنس مو طبيعي صراحه. مكس خيالي. انت اول واحده جربتيها كيف الطعم؟ الطعام زين مره 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 بس ما حطيتها الا قطعيها. اي خلاص قطعيها تكفي صدق. كيف؟ ها كيف الطعم؟ ممتاز. بندري زين صراحه. ما دونه وزن موزون صح؟ صراحه ما شاء الله تبارك الله. سلمان موجود عندنا. كيف سلمان؟ لا حلو حلو صدق والله. اي والله اعجبتك مره. يعني كم تقيمها من 10؟ 10 من 10 او 20 من 20. يقول لك القرش بعين امه غزال. والله حلو مره. لا لا والله لا والله لذيذه وجميله. شوف شوف كيف المانجا. شوف كيف الفانيلا في النص. المانجا اسمه ولا لا؟ لا هذه يعني اللي تبي تسميها كيكه مانجا. فيها مانجا وفيها سموها مانجا يا شباب. اي